مرحبا بالاستاذ البرناكي في بوابه القائم صالح اونلاين. بغينا شي كلمه بمناسبه هذا النشاط السينمائي وشي كلمه للشباب. ولكن وقبل كل شيء اتمنوا المبادره التي قامت بها جمعيه الحياه الثقافيه والفنيه بالقائم صالح، واتمنوا الجهات الداعمه لها وان تستمر في دعمها لمثل هذه المبادرات. المهرجان جميل جدا وأبان عن رغبة من الشباب في تحدي مجموعة من العراقيل التي تعترض في حياتهم، إضافة إلى طرحهم للعديد من القضايا التي قد نكون غافلين عنها ولكنهم هم يهتمون بها، مما يثلج الصدر وينبئ بمستقبل جميل جدا لهؤلاء الشباب. تحية لهم، أحييهم، أحيي فيهم طموحهم، وأحيي الجمعية التي قامت على هذا النشاط. شكرا.